بعد انقطاع دام عدة أشهر، يعود أكثر من 1.5 مليون طالب جامعي إلى مقاعدهم الدراسية وسط إجراءات بروتوكولية صارمة يخضع لها كل داخل إلى هنا. الحمد لله اليوم عودنا رفرنينا القراية بعد الوقت اللي فاتنا بزاف بسبب جائحة الكورونا، ولازم نعود نولو هاد الدراسة لخاطرش سوا قرينا ولا ما قريناش حيكون هاد المرض، لازم علينا أن نتماشاو مع هاد المرض. نظام الدراسة مختلف هذه السنة، فرضه وباء كورونا، فلا تجمعات داخل المدرجات إلا بأفواج محدد عددها، ومعظم الدروس والمحاضرات ستكون عن بعد. تجربة التكوين والتعليم عن بعد اللي هو عبارة عن اختيار استراتيجي مستقبلي، دونك اللي سمح لنا خاصة في هذه الظروف اللي هي ظروف صعبة مع ظهور جائحة الكوفيد 19 هذايا، واللي خلانا ربما نذهب إلى أنماط وأشكال للتعليم هي جديدة على المؤسسات الجامعية والتعليم العالي. التعليم عن بعد نظام جديد قوبل باستياء الكثير من الطلبة لعدة عوامل يبررها هؤلاء. لازم تكون سرعة تدفق الانترنت عالية الجودة، وهذا الشيء باش يمكن الطلبة والأساتذة، ما حش يساعدهم الاثنين. كاين بزاف ناس ما عندهمش الانترنت، ما عندهمش لي زاباري اللي يقدروا يقراو بهم لي ميكرو لي بيسي، دونك ماشي كامل الناس عندهم القدرة باش يقراو عن بعد. الدخول الجامعي تأجل في البلاد لعدة مرات وقراره كان بيد الرئيس، دخول ارتبط بعودة النقل الجوي الداخلي لضمان تنقل الطلبة بين مختلف الولايات الجزائرية. رب ضرة نافعة هذا ما يراه البعض، فالتعليم عن بعد حاليا قد يفتح بابا لتطوير الجامعة الجزائرية وبعث مشروع جامعة رقمية تكون في مصاف الجامعات العالمية. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.